سومان انت كتير تغيرتي، مشان هيك كنت مجبور اليوم انه اجي وشوفك هون. طيب فهمني شو هالسبب الخطير كتير يلي خلاك تكذب علي وتتظاهر انك ميت بكل هالسنين يلي مرقت مع انك كنت عايش. انا كنت عايشة ارملة، تعرف شو يعني؟ تعرف حياة الارملة؟ وابنك كبير عايش بلا اب، عايش حياة ولد مسكين يتيم. ليش رافي؟ لشو؟ هاي قصة طويلة سومان، ما بقدر احكي لك اياها هلا. ليش ما بتقدر تحكي لي؟ بهالكم سنة هدول كانت عائلتك عم تعاني وانت جاي تقول انه ما فيك تخبرني؟ ليش كنت مختفي كل هالمدة؟ بلشت بشغل صغير لحتى اقدر اصرف على هالعائلة، وكنت اب وابن واخ، وانت عم ترفض تقلي ليش غبت كل هالفترة؟ انت ما شفت ابنك كبير وهو عم يتخلى عن امنياته وطلعت هيك ببساطة ومانك قدران تعطيني جواب؟ ليش ما فيك تجاوبني؟ معك حق تعصبي هلأ سومان، أنا فهمان منيح موقفك ورح جاوبك على كل أسئلتك إذا بدك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.